في المجال الرياضي، قررت اللجنة التأديبية التابعة للمجموعة الوطنية لكرة القدم النخبة توقيف مدرب فريق الوداد الرياضي بدو الزاكي لنهاية الموسم الجاري مع وقف التنفيذ، كما قررت تغريمه بمبلغ 60,000 درهم. التفاصيل مع المهدي إسوار. طرد اللاعب فوزي عبد الغني شكل النقطة التي أفاضت الكأس في القمة التي جمعت بين فريقي الوداد البيضاوي والجيش الملكي خلال اليوم الثاني من الشهر الجاري. هذه النقطة التي دفعت المدرب بدو الزاكي إلى ولوج أرضية الميدان والاحتجاج بقوة على قرارات الحكم عبد الله العاشيري الذي أدار المواجهة، كلفت الإطار الودادي غرامة مالية قدرها 60,000 درهم وتوقيف مع وقف التنفيذ إلى نهاية الموسم على ضوء قرار اللجنة التأديبية. هذا القرار الصادر بناء على تقرير الحكم ومندوب المواجهة سيثير بلا شك ردود فعل في أوساط المتتبعين، خصوصا الصحافة الوطنية التي برر عبر صفحاتها بدو الزاكي أن ما جعله يقوم بردة فعل من هذا النوع هو الإساءة المتعمدة التي تعرض لها صحبة فريقه من طرف العاشري الذي يمثل السلطة التحكيمية، سلطة لا زالت تطرح أكثر من علامة استفهام باعتبارها جزء لا يتجزأ في منظومة تطوير كرة القدم الوطنية. من جهة أخرى، زكت اللجنة التأديبية قرار فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بتوقيف لاعبها متولي محسن إلى أجل غير مسمى على خلفية حركة غير رياضية صدرت منه خلال مقابلة الديربي التي جمعت فريقه مؤخرا بالوداد البيضاوي.